استلم موكوينا، عمل 1 2، انطلق موكوينا، موكوينا اتقطعت، موكوينا وهو على الارض بيلعب الكره يوصلها مره تاني موكوينا، والمتابعه جول جول جول، خطفوها خطف عن طريق الهداف بيتر شالوليلي. شوف الصبر، بقول لحضراتكم يعني رولاني موكوينا هناك صبر 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 كبير، ومن يكافئ المدرب رولاني موكوينا هو اللاعب تيبوه موكوينا، هو اللي بدأ الهجمة وبيلعب الكورة لدرجة ان هو بيلعبها وهو نايم على الارض، وهو واقع على الارض، وصل الكورة الى تيمبا زواني اللي مشي وعدى وفات وسدد، وقعت من يوسف المطيع. الاخطاء او الجزئيات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة جدا هي اللي بتحسم هذه المباريات وهذه المواعيد والمناسبات الكبرى. زي ما قلت يوسف المطيع نقول ايه يعني، نص غلطة نص غلطة، لكن اياك اشوف الراجل موكوينا وهو على الارض، وهو على الارض بيلعبها بيوصلها، وصل التاني الى موكوينا، يسدد موكوينا ولا يوجد تسلل، والمتابعة من الهداف شالوليلي. ادي موكوينا هو اللي بدأها وكاد انه يكون هو اللي يختمها كمان لولا تصدي يوسف المطيع، لكن المتابعة النموذجية من شالوليلي يسجل اول اهداف هذا اللقاء وقد يكون هدف اللقب. شالوليلي بعد الاصابة وبعد الغياب الطويل يعود بقوة ويفرق، وما زالت نفس نتيجة الشوط الاول. الهدف، هذه غلطة تاني، غلطة تاني وانفراد جديد. مش كل مرة تسلم الجرة، مش كل مرة تسلم الجرة. انقذهم يوسف المطيع منذ قليل، لكن المرة دي هيعمل ايه، هيلاحق على ايه ولا ايه؟ تاني اهداف سان داونز بهدف ايضا من خطأ متكرر، وكأن الكرة اللي فاتت كانت بروفا، كانت بروفا ريهرسل لتسجيل الهدف الثاني لسان داونز. بيقول لهم انا عايز ثلاثة، اثنين مش كفاية، بيقول لهم انا عايز الثالث كمان. الاشارة واضحة، رولاني موكوينا فرحة للمدرب، فرحة للجمهور، وادي الغلطة مرة اخرى، نفس الغلطة ونفس الخطأ المتكرر، وادي الانطلاقة ومن فوق الحارس الخطير الخطير اوبري موديبا يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53. موديبا هو اللي يضغط، يتوقع الخطأ ويجري ويضغط ويقطع، والمرة دي لحظة خروج يوسف المطيع يحطها من فوقه وتسكن في شباك الوداد. تزداد المهمة صعوبة على وداد الأمة. الآن هو على الأقل يحتاج فرحة هستيرية طبعا لرولاني موديبا.